بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي ونرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها، طبعا بكره مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، مباراه الاهلي وبيراميدز، ديربي القاهره، مباراه القمه الحقيقيه بين الاهلي والطموح، وباذن الله تكون مباراه لصالح النادي الاهلي. عجبني جدا تعليق احمد ديودار لاعب الزمالك السابق اللي طلع يعني شايف ان نادي الزمالك تم اهانته، تاريخ الزمالك بقى في الارض بسبب قيام بعض الصفحات المنتمية لبيراميدز باستقطاب جماهير من نادي الزمالك. قال لك عيب قوي لما بيراميدز يشتري جمهور الزمالك بالفلوس، عيب قوي لما بيراميدز يشتري جمهور تاني أكبر نادي في مصر وأفريقيا بتذكرة ووجبة و250 جنيه، ده انتوا سعركم رخيص قوي. بتكلمش على جمهور الزمالك، بتكلم على بعض المنتمين لنادي الزمالك اللي هيروح يحضروا مباراة بيراميدز والأهلي غدا من أجل تشجيع نادي بيراميدز مقابل وجبة كنتاكي ويومية هتاخدها والمواصلات بتاعتك والتذكرة بتاعتك، عيب قوي. قال لك جمهور الزمالك ما ينفعش يروح يشجع نادي تاني. أين الكرامة؟ أين حمرة الخجل يا رجل؟ يعني اللي يتجوز امك تقول له يا عمي، لا ده انت تقول له يا بابا. في ناس كده اللي يتجوز امه ويقول له يا بابا، عادي بالنسبه له مش فارقه كتير، المهم الوجبه والمهم ال 250 جنيه والمهم انه يشجع اي فرقه قدام النادي الاهلي. الاخ رضا عبد العال اللي بيقول على نفسه هجاص قال لك لا يخسر من بيراميدز 2-0، لا لفرقه تعبانه، لا لفرقه فاضيه واللعيبه خلصانه، وكولر مش هيقدر على بيراميدز، وابقى هجاص لو الاهلي كسب او عرف ياخد نقطه حتى من نادي بيراميدز. كلمه هجاص دي احنا خلاص يعني بصمنا بالعشر عليها، ونحن نؤكد على كلامك انك هجاص، طالما انت شايف انك هجاص فانت هجاص. لكن الاهلي ياخد نقطه والاهلي لعيبه تعبانه، انت بتتكلم على فرقتين في افريقيا في نفس البطوله، فرقه خادت اللقب وفرقه طلعت حصاله، فما تجيش النهارده تحط الاثنين في وجه مقارنه. لا يوجد مقارنه بين الاهلي وبيراميدز، مع احترامنا الكامل بيراميدز فرقه قويه عندها لاعبين مميزين، لكن التاريخ الخبرات المتراكمه لدى لاعيبه النادي الاهلي، اللي اقل لاعب في النادي الاهلي هتلاقيه معاه 2-3 دوري، اقل لاعب في النادي الاهلي هتلاقيه معاه 2-3 افريقي، اقل لاعب في النادي الاهلي هتلاقيه لاعب ماتشين في كاس العالم للانديه. الخبرات بتفرق، الخبرات بتنهي العبارات، الخبرات بتنهي العبارات. النهارده طبعا كان قرعه دوري ابطال افريقيا، بطل افريقيا المتوج وملك ملوك افريقيا النادي الاهلي، تم تحديد مواجهات الاهلي في دور 32. الاهلي هيواجه الفائز من المريخ جوبا من جنوب السودان، بطل جنوب السودان، وجورماهيا الكيني، الفائز منهم هيواجه النادي الاهلي احد ايام مباراه الذهاب خارج مصر، هتكون 13 14 15 سبتمبر. مباراه الاياب هتكون احد ايام 20 21 22 سبتمبر، ده مباراه القاهره. على الاغلب هنواجه جورماهيا الكيني، لكن خلي بالك في حاجه مهمه جدا كده، اصبح بنسبه تتجاوز ال 90% مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية هتكون يوم 30 سبتمبر، لان الكاف قال لك المباراة هتتحدد ما بين 15 ل 30. خلاص المواعيد نزلت، مواعيد الكونفدرالية نزلت، مواعيد دوري الابطال نزلت، فكده الاهلي والزمالك غالبا 30 سبتمبر ده مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، اللي إن شاء الله كعادة النادي الأهلي في أفريقيا
دايما بيحط على نادي الزمالك، ودايما النادي الاهلي ايده تقيله على نادي الزمالك. قلت لك امبارح صفقه عالميه، التعاقد مع مدرب عالمي، اكثر المتفائلين في مصر ما كانش يحلم ان مدرب زي ده يجي يدرب منتخب مصر سادس العالم. النهاردة النادي الأهلي بيتعاقد مع هذا المدير الفني الدنماركي، وصيف بطل أوروبا، مدرب ألبورغ الدنماركي. الراجل النهاردة أهو ده ماديسون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وهو بيوقع عقده مع الأستاذ خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. العقد حسب ما علمنا هيكون لمدة عامين قادمين، هيكون لمدة عامين قادمين. يحيى عطية الله صفقة الأهل القادمة بإذن الله، بإذن الله تكون صفقة النادي الأهل المنتظرة. يحيى عطية الله اتكلم مع أصدقاء لي في المغرب وقرايبه في المغرب إن خلاص الرتوش الأخيرة في صفقة انضمامه لعملاق القارة الأفريقية النادي الأهل. يحيى عطية الله بدأ تراكيش كلام تطلع في الإعلام في المواقع المصرية إن خلاص الأهلي تراجع عن الصفقة، وإن الأهلي ساب الصفقة، وإن الأهلي مش هيكمل في الصفقة. ده الإعلام المصري. طبعا يحيى عطية الله الراجل بدأ يقلق. طب يا جماعة احنا متفقين، يا جماعة احنا متظبطين، يا جماعة احنا اتفقنا على كل بنود التعاقد. فبدأ يتواصل وكيل يحيى عطية الله مع مسؤولي النادي الأهلي للتأكد والاطمئنان على الأخبار اللي طلعت والأنباء اللي طلعت على المواقع إن الأهلي تراجع عن صفقة يحيى عطية الله. النادي الأهلي طمأن يحيى عطية الله إن الأمور ماشية في مسارها، وإن النادي الأهلي لم يتراجع عن إتمام صفقته، ولكن المفاوضات بها بعض الصعوبات مع نادي سوتشي الروسي، ولكن الأهلي متمسك بضم يحيى عطية الله. عايز أقول في مفاجأة من العيار الثقيل هتهز الوسط الرياضي الكروي، في مفاجأة من العيار الثقيل هتهز الوسط الرياضي والكروي في مصر. بس قبل ما اقول لك المفاجاه عايز اتكلم عن كابتن شوبير لان الموضوع يخص شوبير. انا متفهم جدا فرحه جماهير الزمالك والسوشيال ميديا الزملكاويه بعد قرار المتحده، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، باقاله وايقاف وفسخ التعاقد وانهاء التعاقد مع الكابتن احمد شوبير. أنا متفهم، لأن الإعلام الوحيد الذي يقدم إعلام منصف إعلام حر هو أحمد شوبير. بصوا على كل البرامج هتعرفوا الوحيد اللي واقف وبيحاول يقف على الحياد على قد ما يقدر هو أحمد شوبير. أحمد شوبير اللي ما بيدخلش في برنامجه ألفاظ خارجة، مش هتلاقيه جايب اتنين هجاصين عمالين يشتموا في بعض ويشدوا في قصاد بعض في البرامج. لكن شوبير من وجهة نظر المهنية البيضاء خالف المهنية، لكن المهنية البيضاء اللي عندي اسلام صادق، اللي عند احمد جمال، اللي عند رضا عبد العال، اللي عند جمال عبد الحميد، اللي عند ميدو، اللي عند عفت نصار، اللي عند خالد الغندور، اللي عند طارق السيد، اسامه حسن، مجدي عبد الغني، محمد عبد الله، احمد عيد عبد الملك، مهيب عبد الهادي، ابراهيم عبد الجواد، مصطفى يونس، محمد فاروق، مدحت شلبي، دول كلهم عندهم مهنية. لكن شوبير ناظر المدرسة ما طلعش عنده مهنية، طلع عنده مهلبية، طلع عنده مهلبية. اللي كل أخبارهم، مش كل
اغلب عشان برضو يعني ما نبقى منصفين، اغلب اللي ذكرت اسمائهم اخبارهم كلها في شنك عن النادي الاهلي ومحاولات ضرب النادي الاهلي واسقاط النادي الاهلي. النادي الاهلي فيهم ناس كتير على فكره في الاسماء دي، الاهلي اشتكاهم بدل المره 2 للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لكن لحد النهارده ما فيش اي ردود. لكن شوبير لا، خالف المهنيه. شوبير خالف المهنيه. احنا عايزين نقص اي لسان يحاول يكون محايد او يحاول يكون على الحياد. ناس الغلبانه بقى اللي مفكره ان شوبير هيقعد في البيت، انت غلبان يا ابني والله. الناس اللي فرحانه وشمتانه، الشامتين اللي فرحانين في شوبير، عايز اقول لكم مفاجاه قد تكون مفاجاه من العيار الثقيل. الكابتن احمد شوبير مرشح وبقوه للانضمام الى قنوات ام بي سي في بدايه الموسم، وان قنوات ام بي سي اذا قدرت تتعاقد مع الكابتن احمد شوبير سيتم شراء حقوق بس الدوري المصري، وقد يتم الحديث عن تشفير الدوري في بعض الاوقات. اوعى تفتكر ان شوبير حته عيل سيكي ميكي هيروح ينام في البيت. اوعى تفتكر ان شوبير طاري، لا، شوبير مش عيل توتو، ده شوبير عظمته ناشفه، عظمته جبل الكنز، ما بتتكسرش عظمه شوبير. فشوبير هيشرخ في الزور وما يتبلعش. شوبير عظمته ناشفه. وبكره فكركم، بكره القريب، مش بكره كمان سنه، لا، انا بقول لك كلها شهر شهرين، هتلاقي الكلام عن تعاقد شوبير مع ام بي سي، الكلام بعد كده على شراء او يمكن كمان يشتروا حقوق البث قبل ما يخلصوا مع شوبير، لو لقوا في رجا من شوبير وموافقه من شوبير. الغريب ان مثلا واحد زي احمد حسام ميدو طلع قبل اقاله شوبير ب 24 ساعه تقريبا مستفزا جماهير النادي الاهلي، وقال لك جماهير النادي الاهلي بيراميدز بيعلم عليكم وانتوا خايفين من بيراميدز. ما شفتش حد طلع عاقب ميدو، ما شفتش حد عاقب ميدو، ما شفتش حد بيعاقب اصحاب المعايير المهنيه البيضاء. كابتن احمد شوبير في اول رد فعل ليه، رد فعل قوي جدا على فكره، في رباط تجأش. كابتن شوبير قال عايز اعيش حياتي شويه، سيبوني اعيش، هطلع الساحل الشمالي اقعد بالشورت والفانيلا، وانا بكلمكم دلوقتي وبجهز شنطتي عشان اسافر، ومحتاج اقعد مع عيلتي شويه، محتاج ارتاح، بقالي 28 سنه شغل شغل شغل. قال لك الشمتانين دلوقتي بقوا كتير، وكل الفيران هتطلع من الجح، كلهم كانوا مستخبيين وكانوا خايفين. قال لك انا بقالي 28 نمبر 1، بقالي 28 سنه وانا نمبر 1 ومحتاج اريح شويه. عايز اقول ان شوبير كان وما زال ولا يزال نمبر 1 الاعلام الرياضي المصري، شاء من شاء وأبى من أبى. مجدي عبد الغني طلع على قناة الشمس اعترف قدام مصر والمصريين، مجدي عبد الغني طلع قدام المصريين كلهم وقال أنا هربت شيكابالا من الجيش. قال لك ما يشكرش في نفسه الا ابليس، انا هربت شيكابالا من الجيش بتاعه. ولا حد كلم مجدي عبد الغني، ولا حد قال لمجدي عبد الغني انت بتقول ايه، ولا حد قال له حاجه.
لكن شوبير تعالى، شوبير تعالى يا شوش تعالى. بتحب الاهلي ها؟ الزمالك ده وحش كخه، هنديك على دماغك يا شوبير. النهارده كل اللي بيكرهوا شوبير طلعوا من تحت الارض. في لاعب اسمه مرغني، وقلت لكم حكايه مرغني، واتحدى اي حد يجيب لي غير الحكايه دي. طالع النهارده يعيط ويبكي ويقول لك انا فرحان وشمتان في قرار انهاء تعاقد شوبير. انت مفكر يا ابن شوبير ايش حد؟ لا بجد والله، انتوا مفكرين ان شوبير مش هيلاقي ياكل؟ شوبير يوزنكم فلوس. لا مش انت اللي بتتابعني، انا بتكلم على عيال السيكي ميكي. شوبير لا مؤاخذه لو دخل الحمام وعمل ها هينزل فلوس. وشوبير مش لاقي، شوبير بياخد له في السنه حوالي 15 مليون جنيه. عقد لاعب كوره، عقد لاعب كوره فئه اولى في الاهلي وفي الزمالك، ربنا يزيده. فلما تفتكر ان شوبير بعد العمر ده كله لو قعد في البيت 20 سنه مش هيلاقي ياكل؟ ده شوبير ممكن يجوز 1000 واحد، ربنا يزيده يعني. فالناس طالعه شمتانه. واحد تاني هايف تافه اسمه غراب، الغراب جوزوه احلى يمامه. الغراب طالع يعيط ويوقوق ويمقمق ويقول لك شوبير هو اللي قعدني في البيت 6 سنين. انت يا ولد مش رحت بوست جزمه المستشار عشان تشتغل في قناه الزمالك يا ولد؟ ها رحت لحست له يلا ولا ما رحتش؟ رحت. واشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ اشتغلت، بس كان بوزك غراب على سياده المستشار، كان وشك وش شوق على نادي الزمالك ومشجعي نادي الزمالك. كلكم طلعتوا من جحوركم يا فران، كلكم طلعتوا من جحوركم يا شوية جرزان. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، واستنوا المفاجأة اللي قلتلكم عليها، شوبير في NBC وتشفير الدوري المصري، او على الاقل نقل الدوري على قناة NBC مصر. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل وراكم ويجي على قدكم.